Thank <laughs> you. مساء الخير مشاهدينا نرحب فيكم في هذه الحلقة من برنامج رأيكم شباب اليوم راح نكون معاكم على مدار ساعة كاملة أنا زميل عبد اللطيف مساء الخير عبد اللطيف مساء النور قالت لي من نور. أنت قلت مجموعة إنسان تلقين فيني ضد من كل ضد وضد فيني أفراح وأحزان الله أضحك ودمعي حاير وسط عيني يا سلام في عيني اليمنى من ورده بستان واليسار صار مو ضروري اكمل مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام اكيد عبر شاشه تلفزيون الراي المتجدده دائما وابدا في مواضيعنا اكيد واليوم راح نستمتع من ضيوفنا من كل بستان ورده راح يكونوا معنا وراح نستمتع معاهم اكيد يا احمد وراح تكون صحيح. اول ضيوفنا اكيد دين دنيا الدغيشم راح نتحاور معاها عن ابتكار اللي يخدم الطلبه وتحديدا الاطفال تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع اكيد من خلال الحلقه صحيح عبد اللطيف وايضا راح تكون معنا مريم الرئيس راح نتعرف اكثر من خلال أجوبات على مشروع فكره ولا اكيد هو المره الثالثه انطلق الموسم اكيد الثالث اكيد انا وايد سعيد لازم اخلي كل من تابعنا اليوم سعيد صحيح والستاف والضيوف وانت الكل لازم يكون سعيد مطلع. ما نبي احزان من بعد اليوم صدق الاحد وما يحب احد لكن من خلال حلقتنا راح نخلي الكل يحب هذا الاحد اكيد من الساعه 7 لغايه الساعه 8 ولكن اكيد من ضيوفنا راح يكون عبد الوهاب بدي وعمر تركيت بيكلمونا عن فكره مشروع تحويل مخلفات الطعام الى سماد عضوي موضوع جدا مهم صحيح. وشيق اكيد راح نتكلم ونتحاور معاهم عن هذا الموضوع صحيح هذا بالنسبه اكيد مشاهدينا لضيوفنا اما لموضوع الحلقه مع هل انتم مع التقليد الاعمى للغرب ام لا وهل تشوفون فعلا هذا الشيء يواكب التطور موضوع موضوع مهم ورايكم اكيد اهم بهذا الموضوع من خلال هاشتاغ تويتر تقليد الغرب على ما أعرف رايكم يهمني رايك عبد اللطيف مع هذا أكيد. المزاج الراي طبعا انا رايك اليوم ودي اغني ودي ادردش لو يعني ودي اسويت قبل اي وموزع اسويت شوف انا السانس لازم اونس لدار مداري عاد شوف منو دار مداري اليوم نحطكم انا عندي حلقه حلو وزعت كاكاو وحلو حلو. المهم نرجع حق موضوع حلقتنا التقليد حلو. للغرب شوف م. احمد انا بتكلم عن جانبين وبالنهايه انت تقول رايك اذا كنت تايدني او لابد من الاختلاف اكيد او انه تايدني الراي انا اشوف تقليد الغرب حلو هو تطور فكري متى يكون اذا كان يناسب مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا ويعطينا تطور في بلدنا هذا م. ما يمنع ان احنا تقليد الغرب في هذا الموضوع ولكن اذا كان تقليد لبعض الملابس اللي ممكن ما تكون في عاداتنا وتقاليدنا او بعض الاشياء عندنا في مجتمعنا احنا ما نتقبلها هذا يكون تقليد اعمى وتقليد ما يكون تطور فكري ولا راح يفيد مجتمعنا اكيد وهذا اللي حاصل يمكن اكثر ما اقدر احط نسبه معينه ايش كثر قاعد يقلدون تقليد اعمى وضار لمجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا ولكن اكيد لازم تكون في دراسات ونبحث فيها ان شاء الله ونقول لكم ايش كثر الدراسات اللي هو تقليد اعمى او تطوير فكري اكيد صحيح هذا يمكن من جانب اما الجانب الثاني اليوم يعني اكيد جيل عن جيل قاعد يقلد طبعا. الغرب من ايام ستايل شارلستون لليوم اليوم والشباب والجيل الجديد في تقليد الغرب لكن اليوم احنا ممكن نقيسها على مقياسين مثل ما ذكرت اذا نبي ناخذها من جانب التطور الفكري فاكيد نتمنى دائما ناخذ منهم التقدم العلمي والازدهار والتطور اللي هم واصلين له اما اذا من الجانب الثاني واللي هو يمكن الستايل واللبس اليوم اي تقليد اعتبره هو خارج عن عاداتنا وتقاليدنا، يعني مثلا اليوم من عادات وتقاليدنا ان انت تلبس لبس معين، اليوم نشوف الاجيال الجديده او حتى في السابق يلبسون البنطلونات، الشورتات، الجينزات، يعني بالنهايه هذا طبعًا جزء أكيد. لا يتجزا من العولمه والتطور اللي احنا فيه اليوم التقارب اللي انت اليوم تقدر تعرف اي مثلا ستايل جديد من خلال تبطل تليفونك وتشوف ابرز ال... خلينا نقول الجديده اللي موجوده في الدول الاخرى، فانا اشوف اليوم موضوع طبيعي، اي شيء مبالغ فيه هذا هو يعني ممكن نقلد لبسهم ما ما في اي مانع ولكن في حدود معينه صحيح تحد في عاداتنا وتقاليدنا ما يتجاوز بالضبط ما يتجاوز يعني في لبس اوكي ممكن تقبلها العين سواء كشاب او بنت في تقليد الغرب بالنهايه ممكن اوكي نتقبله لا بد من تغيير وتطور اللبس في المجتمعات ما نقدر نلبس ستايل معين طول عمرنا خلينا نقول يمكن من ايام خلينا نقول او ثمانينات او حتى الستينات والخمسينات لبس واحد معين لين 2000 الواحد اذا تطور لازم يواكب المجتمع سواء الغرب او احيانا ترى حتى في الغرب مو احنا يمكن هذه معلومه دائما دارجه عند الكل ان دائما احنا العرب نغلد الغرب في عاداتهم تقاليدهم او امورهم او افكارهم عندنا ترى حتى الغرب يغلدونا في بعض الامور واشياء صحيح. يستفيدونها منا لو بتطالع بعض يعني تشوف العلماء والمخترعين اغلبهم ترى يمكن من العرب فدائما عندهم يمكن فكر غلط صحيح. فمن خلال هذا البرنامج وموضوعنا يعني طلع على بالي ممكن الكل يستفيد انه فعلا كلنا نتبادل ثقافاتنا وهذا بالعكس ترى شيء مو غلط ان احنا نتبادل ثقافاتنا وامورنا اللي بالعكس يعني انا استفيد من الغرب شيء وهم يستفيدون مني شيء بالنهايه نتبادل في هذه الامور ونفيد بعضنا. اكيد يمكن هذا التبادل سواء في التطور او حتى دائما نقول التقليد يكون مناسب لشخصيتك لكن تقليد اعمى عشان انت تحافظ على اكيد حضورك وشخصيتك. تفاصيل اكثر راح نتعرف عليها يا عبد اللطيف لكن مشاهدينا نطلع هذا الفاصل ورجعي. عمل الحر بشكل عام انه ينقل نغلة جذرية من الى انه حتى تتغير شخصيته ويكون اعتماد على نفسه اعتماد تام و... يعني يصير تغيير عام بالشخص نفسه. بالنسبة لي شخصيا عمل الحر شنو مريم حاليا من الوضع الاجتماعي لان عمل الحر ما يختص بس مجرد على عمل او رزق مادي او شيء معين بالعكس الرزق الاجتماعي العلاقات الاجتماعيه اكثر ما يكون رزق مادي اللي خلاني أخذ تجربه عمل الحر ان انا انسان احب المجازفه والعمل الحر في افق وايد وسيعة اللي يعني صرت اني انا وايد اشوف طبعا ناس اكثر اتعامل مع فئه اكبر فهذا اللي انا حبيته بعمل الحر غير بشخصيتي خلاني اعتمد على نفسي اكثر واكون حتى يعني من الاعتماد على النفس اني اواجه حتى صعوبات بعمل الحر واواجه ناس اكثر ولباقه اكثر بالكلام فهذا التغيير اللي خلاني يعني غيرني 180 درجه فضلت يكون عملي بمجال العطور بلس العنايه بالبشره لان هذا وايد قريب لشخصيتي وكوني يعني احنا بنات بال... تعرفون بالاجواء هذه اللي احنا قاعدين نعيشها محتاجين العنايه بالبشره اكثر والمكان اللي انا فيه حاليا قاعد نقدم لكم نصايح ان كان بالمعرض نصايح مجانيه من فحوصات بلس احنا قاعد نعطيكم شنو المميز لكم من الكريمات اللي تستخدمونها ومن ناحيه العطور العطور اللي انا احبها بان العطر يميز شخصيه الفرد نفسه يعني لكل عطر له شخصيه معينه وعندي ست عطور وكل عطور لها قصه وشخصيه معينه بالنسبة لمجالي الحالي هي أول فكرة لي وهي نقطة انطلاقي لأني أنا لقيت نفسي بالفكرة هذه ولقيت شخصيتي بالعمل اللي أنا فيه. بالنسبة للشباب اللي عندهم فكرة وهم متخوفين أن يخوضونها أنا أقول لكم المخاوف راح بالعكس خاطروا ودشوا بالمجال هذا لان راح نفسكم وما في شيء ما في مخاوف منه لكن لما انتم تخوضونها راح الهدف اللي انتم تبونه ما دام الهدف موجود راح اللي تبونه مريم الغانم كل التوفيق في مشروعك اكيد والعمل الحر علي شويطر دائما يبدع في الشخصيات اللي يختارها والمشاريع اكيد احمد صحيح. في هذه المواضيع ولكن خلنا ننتقل الحين الى اخبارنا اللي محضرينها لليوم انا خبري فيه سعاده ولكن قبل اقول الخبر اكيد ودي يعني اخذ رايك في موضوع فضل. هل انت تحضر بعض المزادات عندنا في الكويت وعاده إن احنا نعرف المزادات كان على سيايير على ساعات ملابس صحيح. فانت هل تحرص ان حتى لو تشوف هذه الاشياء؟ للاسف ولا مره رحت لكن دائما اسمع يمكن من الاصدقاء اللي حوالينهم راحوا أو عاشوا هذه التجربه لكن بالنسبه لي ولا مره حلو شوف هي تجربه حلوه مم. لابد ان الواحد يجرب شيء بحياته ما اقول له باستمرار انه يروح على هذه المزادات ولكن هي تجربه بالعمر مم. حلو, انت ج... حلو انك تجرب اشياء انت مو متعود عليها صح. ولا تحبها ممكن تستفيد بالنهايه وتعرف يعني تاخذ خبره في مم. هذا المجال صحيح. خبر اليوم نظريه اينشتاين آ... اينشتاين تخيل ان للسعادة تبيع في مزاد بالغص مم. بنسبه 1.5 مليون دولار فيعني مم. نظرية وتنباع بهذا السعر مم. بصراحة جدا شيء جميل أن الواحد يختلف عن الأمور اللي هو يسمعها ممكن صحيح. يكون في مزاد على السيارات عن الملابس مم. عن الساعات عن الأمور اللي إحنا دائما متعودين إحنا نسمعها ولكن بيعت ورقتان بخط ألبرت أينشتاين يصف فيها نظريته للسعادة في دار مم. للمزادات في القدس مقابل 1.56 مليون دولار صحيح. وكان عالم الفيزيائي الألماني المول المولود المول 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 الحائز على جائزة نوبل قد أعطى الورقتان لساعي بريد في طوكيو عام 1922 بدلا من منحه بقشيش، يعني بدال انه لا يعطيه عاده يعني اذا شفت شغله بدل تعطيه بقشيش اي حد ساعي بريد وصل لك اياها، اعطاه هذه النظريه، اعطاه ورقه وكتب عليها جمله اكيد، وقال له انت جدا راح تكون سعيد بهذه الورقه لان انا ما عندي ولكن راح تعرف بعد ما تفتح هذه الورقه اللي انا كاتب لك اياها اللي هي ممكن تكون نظريه فيها، وقعد ما بينه وبين نفسه انه هو انه ما عندي انا فلوس، شلون قاعد يفكر وحاز على جوائز حصل على المبالغ ولكن تم يقول في باله ان هذا سائل الفريد راح يكون جدا سعيد من خلال هذه النظريه شنو كتب في بعض النظريات الموجوده في الاوراق اللي عنده اللي هم انباعوا في هذه الاسعار ستجلب حياه هادئه متواضعه سعاده اكبر من السعي وراء النجاح والقلق الدام الذي ياتي معه اما في نظريه اكيد ثانيه مكتوبه عندما توجد عزيمه توجد وسيله لتحقيق ما تصبو اليه وهذه التذكرتين خلينا نقول يمكن النظريات انباعوا في البدايه ب 240 الف دولار أوكي. وطبعا هم كانوا اللي, اللي باع التذاكر واللي حصل عليها بعدين قال يبي بيكون شخصيه مجهوله ما يبي يعرف منه ولكن قيل حسب التفاصيل والجرائد او المجلات اللي حاطينها هو ابن شقيق ساعي البريد اللي عنده هذه النظريات عجيب يعني حلو شيء مفاجئ طبعاً بصراحه طبعا يعني شوف من 1922 للحين وعندنا هذا الخبر صح فحلو ان الواحد يترك يعني هذه رساله من خلال يمكن الخبر اللي انا قلته انه حلو تترك بصمه جميله مم شوف نظريه كتب جمله شوف انباعت وصارت في مزاد وتجلب السعاده نفس الوقت وبالنهايه يعني طلع له فكره بدال البخشيش إن شاء الله يوم الايام عبد اللطيف تكتب جمله وتنتشر وايضا تحقق امين يا شم رب, رب وياك شلون؟ كم مليون؟ والله ماني طماع ما ادش المليون عادي مليون. راضي بكم ألف مليونين زين مليون لي مليون لك <applause> بس. هذا بالنسبه لخبر عبد اللطيف اما الخبر اللي معاي فهو شوي يعتبر غريب مو شوي يعتبر وايد غريب من العادات الغريبه اللي ممكن يؤدونها المواطنين في المكسيك وعاده تعتبر الاغرب بان هم يعتبرون أن عندهم يوم لاحياء ذكرى الموتى من خلال انهم يلبسون لبس هيكل عظمي او الاشياء اللي تشابه الموتى ونشوف يمكن مع مشاهدينا عبر الشاشة الحين بعض الأشكال والتصاميم الغريبة اللي يرتديها المواطنين في المكسيك وتحديدا في مكسيكو سيتي بحيث أنهم يعني يحتفلون بهذا اليوم مع أنه هو المفروض يعتبر يوم حزين أو يوم يعني شوي ممكن يسبب الكآبة لكنهم قدروا بطريقتهم الخاصه انهم يستمتعون بهذا اليوم بصراحه مو ربع المكسيك ضيقه وخلقي أيه. شال كآبه ناس ميتة واحتفل واقعد البس الامور هذه بصراحه شغرين. يعني اتمنى ان القرار او الموضوع يعني ما راح يوصل لهم اكيد من عندنا جلد. ولكن ممكن ممكن اتمنى لعل ان احد من الاجانب او المكسيك يتابعنا يترجم المعلومه وتوصل لهم ان شاء الله ويغيرون الاحتفال حلو الواحد يحتفل ولكن يحتفل بشيء يسوى يجلب السعاده مثل خبر سعاده اللي انا اليوم صحيح اكيد مشاهدينا نطلع هذا الفاصل وراجعين المعلمين والمعلمات عندنا في الكويت بصراحة مبدعين في مجالهم ليس فقط أنهم قاعد يدرسون في وظيفتهم في المدارس ولكن عندهم جانب أكيد ثاني يقدرون يبدعون فيه عندنا في الكويت يرفعون رأسنا اليوم عندنا معلمة لمادة العلوم في المرحلة الابتدائية حاصلة على براءة اختراع عالمية وهي لعبة تعليمية في الرياضيات لتعليم الأطفال معنا المخترعة دنيا لتغيشم راح نتحاور معها أكيد في تفاصيل هذا الاختراع حياك الله الله يحييك حياك الله دنيا اكيد معنا في هيك. البرنامج وعاده يمكن احنا نعرف اكثر عن الضيف لكن ايش رايك اليوم انت تعرفين نفسك للمشاهدين؟ عرفنا ما راح اخلص اعطينا التفاصيل يمكن انا قلت معلمه وقلت أن حاصله على براءة اختراع ولكن اكيد يبون يعرفون التفاصيل على الغيشم حاصله على شهاده دراسات عليا بيولوجي ونحاول نشتغل نميز نفسنا بالحياه ونحاول نزرع بذره ايجابيه في بستان الحياه كثر ما نقدر. حلو بستان كان عند عبد طبعا اكيد اي يعني اكمل معها يمكن في بدايه الحلقه قلت لكم انا سعيد والضيوف سعيدين وهي يايا سعيده وعندها طاقه و ضيفناها في سويت فما اعطيها طاقه أي زيادة, زيادة, زيادة. صح. <applause> يمكن خنت نتكلم عن براءه الاختراع يمكن انت مدرسه علوم والاختراع اللي سويتيه يخص الرياضيات فلو نتكلم تكلم اكثر وشنو هالجانبين اللي يعني مختلفين شويه عن بعض الاختراع كان وانا للحين طالبه في الجامعه حل. وانا اساسا مدرسه تربيه دارسه في كليه العلوم علم ممتاز. حيوان وعلم بحار كنت في النادي العلمي مدربه ادرس في الجامعه والعصر اشتغل في النادي العلمي الكويتي كان عندنا كلاس العاب ذهنيه للاطفال من عمر اربع سنوات لتسع سنوات. كان معي زميلتي هم معلمه وزه... اسمها مريم ديري هي تدرس كلاس الالعاب الذهنيه، فكنا نبي فكره نبي نوصل حق الصغار فكره الاعداد الموجبه والسالبه وجمعها وطرحها على لعبه، انت عارف يعني الاطفال لغتهم اللعب، تبي توصل لهم فكره على طول تعال عن طريق لعب يعني. بالضبط. فكرنا قاعدة تحاورنا سوينا لوح لعب وفي نرد وفي ارقام وكبرناها بعدين سويناها كبيره عشان الحشديب ال… اكبر اوكي اكبر الذيب هي قاعد معنا داخلها كفي اي فليش لان الاطفال لما يكونون هم داخلها شوي راح يعيشونها فراح صح. يحبونها اكثر حلو <applause> وبدينا نلعبهم <applause> في المدارس الاعداد الموجبه والسالبه يتعرفون عليها الصغار بعمر شوي متقدم يعني احنا لعبناها اولى وثانيه وثالثه ابتدائي اللي توهم متعلمين الارقام عرفوا جمع وطرح الاعداد الموجبه والسالبه حلو. احنا ما شرحنا لهم اصلا عن الاعداد مجرد ان شرحنا لهم قوانين اللعبه قوانين اللعبه صحيح وعطيناهم النرد ولعبه وبروحهم على طول هم فهموا كونسبت اللعبه كامل ممتاز <applause> اتوقع يمكن هذا اللي دائما نقول ان الاطفال او الجيل الجديد اللي جاي الصغار محتاجين الى توصيل لهم رساله او معلومه او ايضا تعليمهم بطريقه حديثه الاسلوب القديم خلاص انتهى، لازم نجي بطرق وأساليب جديدة فقواك الله على هذه الفكرة. إذا بنتكلم يمكن عن الاختراع والمراحل اللي مر فيها هذا الاختراع. في البداية طرحنا احنا في مكتب براءة الاختراع اللي في النادي العلمي الكويتي تابع حق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز صباح الأحمد. <applause> الله يذكره بالخير استاذ خالد الحسن مم. هو من البدايه كان معنا ممتصف. اول ما قلنا له قال لا تقولون حق احد هذا نسجلها براءه اختراع <تصفيق> <تصفيق> كتبناها معه <applause> وسويناها على الكمبيوتر 3 دي عشان يعني نوضح شكلها شكل أه سجلناها الحمد لله في مكتب مم. براءه الاختراع بامريكا وباوروبا يعني صارت على مستوى عالمي وان شاء الله قريب يمكن نشوفها مطروحه بالسوق ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اكيد وراح نكون كلنا فخر وضروري يكون لنا خبر حصي اول ما تكون بالسوق ناخذ اتصال وتقول لي اكيد لنا لنا. احنا بدايتنا عندكم بس نخلص ممتاز ان شاء الله على خير خلينا نتكلم يمكن الفتره اللي اخذتوا فيها على ما حصلتي على براءه الاختراع ايش كثر منك؟ امانه ما طولنا لان ما شاء الله هني عندنا بالكويت أه بسرعه هذه الاجراءات مؤسسه الكويت للتقدم العلمي بسرعه ينجزونها ما <applause> شاء الله. فتقريبا اقل من شهرين احنا ماخذين اتوقع السيريال نمبر من مكتب براءه الاختراع اللي بامريكا. وبهالمناسبه احب اذكر شيء يعني انا كنت في معرض المخترعين للشرق الاوسط ينظم النادي العلمي الكويتي بالتعاون مع مركز صباح الاحمد، انا كنت معاهم لجنه علميه. <applause> كان تقريبا مشاركين معنا يمكن 42 دولة على مستوى العالم 136 مخترع جميع دول العالم يتحملون المخترعين تكاليف اختراعهم عدا الكويت المخترع الحكومه هي تتحمل ممتاز. تكاليف كامله ممتاز فيعني في بالكويت كنا يقولوا لنا بس فكره طلعوا فكرة ابدعوا طلعوا افكار طبعا. واحنا نشيل كل شيء واحنا عندنا كميه احمد يعني ويمكن ضيفتي دنيا من الشباب الكويتيين اللي في برنامج رايكم شباب قاعد نشوفه في السوشيال ميديا مبدعين لدرجه ما صحيح. تتصورون ممتاز. بس محتاجين نقول لهم برافو كملوا انتوا قدها وتسليط الضوء عليهم وهذا اللي قاعد نحاول دائما نسوي في برنامج رايكم شباب لكن دنيا اليوم يعني إذا بناخذها من من صورة ثانية أنت قلت إن شاء الله قريب أو إن شاء الله يوم من الأيام نطبق هذا المشروع والناس تقدر يعني تتداول هذه اللعبة وهذه الفكرة، لكن هل في عراقيل ممكن تأخر هذا الموضوع؟ هل في شيء تحسين أنه ممكن يوقف هذا الموضوع؟ هو الشيء عشان الوحيد الشيء الوحيد اللي مأخرنا أن احنا مستلمين السيريال نمبر لكن أوكي. استلام شهادة براءة الاختراع أساسا على مستوى العالم يطول يطول على ما يعني يفصلون الاختراع اكثر، مم. الحمد لله احنا اختراعنا ماخذ ما ثلاث افكار يعني ثلاث اختراعات يعتبر حلو. بلعبه حلو. واحده. مم. فيطول بس بالنهايه يعني مم. راح نوصل حق نتيجه. ان شاء الله خطه 2018 هذه ان شاء الله نكون التوفيق لكن نبي نرجع على الاختراع نفسه يمكن سولفنا عنه من شوي شلون بلشتوا فيه ولكن هو شنو يقدم حق الطالب؟ لو نبي نوضح اكثر حق المشاهد انه لي تطبق تم تطبيقه ان شاء الله على ارض الواقع وراح يكون موجود في السوق، شنو راح يقدم حق الطالب نفسه وشنو الهدف اللي تبون ت شو حاليا التربيه مغيرين المناهج ماشيين بمنهج الكفايات وماشي على استراتيجيات التعلم الجديده اللي هي منها التعلم عن طريق اللعب متنسل. فهذا ممكن وايد يخدم المنهج الجديد انا معلمه علوم مالي شغل بالرياضيات لكن صح. هذا احنا شيء مقدمه حق الصغار يعني مو شايفه مو فقط يعني. يمكن مدرسين عندكم جانب ثاني حابين تسوونه للمجتمع إيه. فهذا ممكن يساهم وايد ب... 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 يساعد المعلم بتوصيل المعلومه يعني صحيح. صحيح. وهذا الموضوع يمكن اذا بناخذ رح ناخذ بجزئين اول جزء اليوم هل في جهات خاطبوك بانهم ممكن يتبنون هذه الفكره ياخذونها يشترونها منك يطورون منها يعني حاليا ما في لسبب إذا صار فيها لسبب ان احنا ما سعينا ناطري أن نستلم الشهاده وقريب ان شاء الله راح نستلمها حزتها راح نبدي احنا نسال ان شاء الله زين اذا في جهه كلمتك تالي وقالت لك احنا راح ناخذ الفكره بالكامل مباركه ونشتريها منك ساعه مباركه ساعه مباركه هو... مع ابتسامه اي اكيد طبعا <applause> ومع كرتون كاكاو حلو اللي توني اللي توني كليته وانا ماشيه ترى عجبني كله اللي تشوفه عليك آه زين نبي نتكلم عن يعني جانب اكثر يمكن الكل يتساءل ليش مركزه على الطفل اكثر؟ هل لان انت مدرسه في المرحله الابتدائيه ويهمك هالجانب اكثر والفئه هذه ولا في اسباب ثانيه عندك اياها؟ مثل ما ذكرتوني انا اساسا قبل اكون مدرسة اشتغلت في النادي العلمي الكويتي لتدريب الاطفال هدفنا كان مثل ما قلت لك في البدايه نحاول احنا نزرع بذره ايجابيه صحيح بتزرع بذره ايجابيه ازرعها بالصغار لان تقدر تاثر فيهم اسرع وتقدر تغير جيل كامل يمكن احنا بعمرنا تقدر تاثر لكن مو بنفس الطريقه اللي تزرع قيمه بطفل صغير لان الصغير اذا تكلم فيها حق اخوانه وربعه وبيته وامه وابوه والكل فحتى لما بعدين اشتغلت كمدرسة هالشيء وايد ساعدني، يعني أنا أدخل باليوم عندي ثلاث صفوف كل صف فيه 20. يعني أنا باليوم أثر على 60 شخص صح أي كلمة بقولها سواء إيجابية أو سلبية، أنا قاعدة أدخلها 60 بيت، فالمعلم له دور وايد كبير إنه يقلب الجيل كامل. بالضبط، لكن دنيا يعني اليوم إذا ودنا نعرف أكثر، اليوم هذه الاختراعات أنت قاعد تاخذينها أو تقيسينها على احتياج المجتمع ولا هي أفكار قاعد تطلع معك من خلال دراستك او بحوثاتك اللي قاعد تسويها والله شوف الحاجه ام الاختراع لو شيء ما نحتاجه ما نخترعه ما طبعا. نفكر فيه من الاساس صحيح. فاحنا حسينا نبي نوصل المعلومه شلون راح نوصلها سوينا لعبه لو احنا مو شارحين ما نبي نشرح هذا هذه المعلومات او هذا الدرس ما راح نفكر بالاختراع طبعا. نفسه. ممتاز خلينا نقول النقطه الجايه ان شاء الله بعد ما يتم تطبيقها على ارض الواقع شنو الخطه الثانيه؟ هل هناك في اختراع ثاني ولا في دراسات؟ شنو راح يكون عند دنيا ان شاء الله؟ والله اخر جلسه قعدتها مع استاذ خالد الحسن من مركز صباح الاحمد قال قال لي المخ اللي يولد فكره واحده معناته ممكن يطلع بعدين وهو يعني نصحنا انه نتخصص بالالعاب التعليميه. ممتاز يعني اليوم نقدر نقول توجه دنيا الغيشة ممكن يكون فترة جاية لاختراعات جديدة بين فترة, فترة ان شاء الله بنترقب انا وانت بنقعد نترقب نشوف شو <applause> ممكن نسوي ان شاء, <شو تصفيق> إن شاء, شاء الله استمتعنا معاك جدا دنيا في هذا أكثر. اللقاء اكيد كلمة أخيرة حابة توجهنا اللي كل من قاعد يتابعنا أو عنده فكرة اختراع أو يبي يتواصل معاك ممكن تعلمينا شلون يوصل للنجاح أول شيء وايد مشكورين على الاستضافة تشرفت فيكم بمعرفتكم أول مقابلة سويتها بحياتي كانت رأيكم شباب حيل من زمان بس انا صغيره مو إيه اكيد كنت طفله وصغيره <applause> إيه. زين <applause> فشي حلو أن تستضيفوني مره ثانيه بموضوع ثاني كان موضوع صحيح. غير ذيك دائما اكيد اي انسان عنده اي فكره حتى لو يحسها مجرد إنها تافهه انت عارف كلبس الورق مم. هذا اختراع كم مليون مطلعين من وراه فاي فكره حتى لو تحسها صغيره او مو بالعين شيء مركز صباح الاحمد يعني يستقبلون اي فكره صحيح ممكن يعني احنا من البدايه مو الفكره نفسها كانت طبعا طورناها 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 فانت عطهم الفكره الاساسيه اللي, اللي عندك وممكن توصل حق شيء ثاني أكيد. بعدين اكيد لك المعلم والمخترعه دنيا اللي مع وجودك معنا وناطرين اتصالك الخبر حصلي بس يتم تطبيقه على الأرض الواقع باذن الله ان شاء الله باذن الله مشاهدينا خلونا نروح نشوف هذه الفعاليه وبعدها فاصل دراسة، 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 فإحنا عشان نكسر الروتين بيعملوا حفلات بيعملوا تجمعات تخلي الطالب يحب يحب يجي على المدرسة يحب أنه يتعلم فبتكون الحاجة دي بالنسبة له أنه تكسر الروتين عشان يكون للطالب ده أحسن الحفلة معموله عشان انه يجمعونا كطلاب كلنا مع بعض، ترابط والمحبه عشان يخلوا في بيننا تواصل وترابط. هاي الانشطه المدرسيه كثير مهمه بالنسبه لنا لانه احنا بنكون طول السنه مضغوطين وكل شيء عندنا بالنسبه لنا دراسه، فهاي الانشطه بتساعدنا انه يعني ناخذ مساحه نتقرب من بعض أكثر يعني نصير نحكي مع بعض نتعرف على بعض أكثر بقينا إحنا مبسوطين في تواصل اجتماعي مع الطلاب التانيين في حفلة نقدر ننبسط فيها خففت عندنا شوية الضغوط الدراسية بقينا فرحانين مش مضغوطين في الدراسة الانشطه المدرسيه مهمه بحياتنا زي ما احنا شايفين هلا آه هاي الحفله غيرت من آه من الجو اللي احنا كنا فيه وضغط الدراسه اللي كان عندنا اياها هلا محتاجين انه احنا نغير من المود بتاعنا من مود الدراسه من مود المجتمع عامه فالمدرسه بتوفر لنا كل ده تعملنا أنشطة كتير يعني كتير زي مثلا باسكت بول تنس فولي بول والحاجات حلوة أكتر أهمية الأنشطة الدراسية طبعا أن تحفز الطالب انه يبتكر انه يسوي شيء اجدد شيء غير عن اللي دائما نسويه يعني انه ما يظل الطالب طول السنه بس يدرس 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 انه يبيع شيء يشتغل يسوي العاب مثل, مثل اللي قاعد تشوفونه شغلات جديده يعني ان الولد انه يتحفز انه يداوم ينعجب بالمدرسه يحب المدرسه مو يظل بس انه بس يدرس ففي انشطه ثانيه يقدر يسويها رجعنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل ويا الوقت بهذا الفقره نتكلم اكثر عن مشروع فكره في موسمه الثالث وماذا يقدم هذا المشروع لاصحاب الافكار اللي حابين يطورون من افكارهم بحيث انه ممكن يلقون يعني الادوات اللازمه لتطوير هذه الافكار، اليوم راح تكون معنا مريم الرئيس مديره برنامج فكره حياك الله. الله يحييك شكرا. حياك الله. ومنورينا اكيد منورتنا اكيد في برنامج رايكم شباب وطبعا في مثل هذه المواضيع اكيد تهم الشباب ولكن في البدايه خلينا نتكلم عن موضوع فكره برنامج فكره فكرة برنامج فكرة أن إحنا برنامج تدريبي مكثف ومتكامل بحيث أن نساعد المبادرين بكل أجزاء الإنشاء بمعنى إن من بداية البرنامج يعني نقدم لهم دورات تدريبية ورش عمل نخصص لهم مرشد يشاركهم معهم يكون معهم بالبرنامج يساعدهم فكرتهم الهدف من البرنامج أنهم فعلا ينشئون مشروعهم على أرض الواقع صحيح. ممتاز. لكن يعني مريم ليش فكرتوا بهذا المشروع هل فعلا اليوم السوق محتاج إلى هذا النوع من البرامج؟ آه من احنا اطلقنا برنامج فكره آه كمسؤوليه اجتماعيه بشركه كيوبكل سيرفيسز لحاضنات الاعمال احنا نشتغل بهالمجال ونتعامل مع المبادرين بشكل يومي م. ولاحظنا ان بعضهم يخافون يبدون مشروعهم صح. ما يدرون من وين م. يبدون وحبينا ان نقدم شيء حق المجتمع وحق المبادرين ان نساعدهم من خلال برنامج فكره فهو برنامج مجاني عفن وغير ربحي اكيد يمكن رساله انا اوجهها لي المجتمع اكيد اقول اتذكر اسامي ضيوفنا اليوم دنيا الغيشم ومريم هشام الرئيس وعبد الوهاب بدوي وعمر تركيت اكيد راح يكونون من الاشخاص اللي راح نقتدي فيهم راح يكون اسامي كبار في مجتمعنا خلال سنوات الجايه ولكن يعني نبي نتكلم عن اهميه هذا المشروع حق مجتمعنا اهميه المشروع عندنا وايد مبادرين عندهم افكار مميزه مو موجوده بالسوق الكويتي بعضهم مو موجود موجوده هم بالسوق الخليجي ودنا نبرز هالافكار ودنا نغير من مفهوم اللي دائما يشوفونه او النظره يمكن السلبيه ان بالكويت المشاريع صح. بس مطاعم احنا لا عندنا وايد اكثر منها شيء ما فيهم شيء المطاعم ممتاز. بالعكس يعني هذا ممتاز. نجاح وايد كبير ان صح. المطاعم مو بس بالكويت بالخليج مم. قاعد تنتشر بس هم عندنا مشاريع هم مميزه ترفع الراس ودنا نبرز هالمشاريع ممتاز. يعني اليوم للأمانة مريم نشوف كثير من المشاريع والبرامج اللي تحاول كثر ما تقدر تطور من اصحاب الافكار بحيث انهم يكونون مبادرين وكل مشروع له اهدافه الخاصه اللي تخليه تتميز عن اي فكره ثانيه موجوده اليوم في الكويت، فش اللي يميز هذا المشروع من خلال اهدافه؟ ودنا نتعرف على الاهداف اكثر. هدف البرنامج هو انشاء المشاريع، يعني لما يجون المبادرين عندهم فكره مشروع احنا بالنهايه نبي نشوف هالمشروع على أرض أه بالضبط على ارض الواقع أه وكل اللي نسويه بالبرنامج علشان يطبقون مشروعهم، فالتدريب يكون آه عملي جدا يعني نراكض وراهم تقريبا نتابع وياهم <applause> نعطيهم فرص نساعدهم اللي تبونه بس, بس, سووا هذا المشروع ايه سووا المشروع فهذا اللي نسويه يعني كل المساعدات اذا تخافون معاكم مرشد اذا ما تعرفون آه دورات تدريبيه كل هالامور دعم اعلامي هم مم. نساعدهم من هالناحيه ممتاز قواكم الله لكن ننتقل لنقطه ثانيه عدد المشاريع اللي انت ساهمتي في اطلاقتها احنا مجموعه في برنامج فكره ومن الحين احنا وصلنا الموسم الثالث خلال الموسم الاول والثاني قبلنا 30 فكره مشروع بعد الموسم الثاني اللي انتهى بشهر خمسة من هالسنه ممتاز. 40% من المشاريع اللي مشاركه معانا في حيز التنفيذ او نفذوا مشروعهم الحمد لله الحمد لله يعني هذه النسبه نهائيا أكيد. مو سهله 40% صحيح. لكن خاصه احنا عن مشروع فعلي ما قاعد نتكلم عن فكره بس إيه؟ يمكن المشاهدين يقولون 40% نسبه تعتبر اقل من 60 يعني مجموع 100% بالمئة لكن فعليا في عالم البزنس 40% ينفذ هذا المشروع ترى تعتبر نسبه جدا عالية لكن إذا بناخذها اليوم يعني دور دور برنامج فكرة هل يقتصر بس على التدريب ام في مجالات ثانيه تحاولون انتم تدعمونها لاصحاب الافكار اللي موجوده معاكم في برنامج فكره بالضبط احنا مثل ما قلنا ساعة آه يعني نوضح جوانب اكثر في جانب اعلامي إيه؟ في جانب تدريبي بالضبط آه نخصص مرشد كل فريق فيكون معك شخص بنفس مجال مشروعك مه. اذا خفت اذا ما عرفت شو تسوي اذا تبي حد تكلمه، تبي تجتمع معاه عندك مرشد مه. الدورات التدريبيه مم. كل المدربين معنا مبادرين مم. كويتيين انشأوا مشروعهم مم. على ارض الواقع فهم يتكلمون من خبرتهم مو صحيح. من ناحيه اكاديمي اكاديميه أم نسوي لهم دعم اعلامي من خلال مم. بعد البرنامج او عندنا الحفله الختامي يطرحون فكرتهم قدام 300 شخص يعني من هالامور كبرزنتيشن ك يعني نعم كبرزنتيشن يعني احنا نسميها بيتش اكثر فهي مثل يطرحون فكرتهم الفكرة. عندهم ممتاز. ثلاث دقائق ونعطيهم مكان يعرضون فكره مم. مشروعهم فيونهم مستثمرين يونهم ناس مهتمين بمشروعهم انهم يكونون عملائهم كل هالامور ممتاز. يعني نساعدهم قبل لا ننتقل للموسم الثالث ونتكلم شنو الجديد راح يكون فيه نبي نركز على الموسم الاول والثاني شنو المشاريع اللي فعلا ممكن تكون موجود موجوده حتى لو في موسم الثالث ونبي نتكلم اكثر عنها يمكن البعض يمكن يقول هل فقط فقط الكافيهات الموجوده عندنا بما ان الحين دارج الاكثر ان الكل يكون عنده كافيهات والتفاصيل لو واحد حاب انه يقدم فكره شلون التفاصيل أم ما نقبل صراحة اي كافيهات ولا مطاعم حلو ولا اي شيء تقليدي مع احترامي لهم طبعا مو إنتقاص فيهم ولكن نبي نساعد اللي عنده فكره مميزه, مميزة يعني شيء مو موجود بالسوق الكويتي شيء يفيد يساعد المجتمع الكويتي نقبل كل المشاريع ممتاز عندنا مشاريع صناعيه شاركت معنا مشاريع تقنيه كل هالامور التقديم عبر الموقع الالكتروني مم. فكره كوم نستقبل التقديم لين 11 11 ان شاء الله ممتاز لكن اكيد انت الحين وقت المشاهدين ان حق يعني الشباب اللي عندهم افكار ودهم انها تطبق ويشوفون على ارض الواقع شنو الشروط اللي انتم من خلالها تقبلون او ترفضون الاشخاص المقدمين على هذا المشروع؟ المبادر لازم يكون فوق ال21 سنه اوكي المبادر يكون كويتي اذا فريق لازم شخص واحد بالفريق يكون كويتي ممتاز والفكره فيها نوع من الابداع ويفضل ان المبادر يكون عنده معرفه او تخصص بهالمجال مو ضروري بس يعني يساعد المشروع هل لازم يكون مم. مثلا ما عنده وظيفه ثابته مستقيل وظيفته او متفرغ؟ لا ابدا البرنامج لان في بعض البرامج يقول عشان إيه؟ تشاركين فيها لازم انت تكون متفرغ لهذا الموضوع. لا البرنامج ما يطلب ان الشخص يكون متفرغ، الدورات التدريبيه كلها تصير بين الساعه 6 والساعه 8 ممتاز ببرج الحمراء، فاحنا ما نطلب من المبادرين يكونون متفرغين. ممتاز، مريم يمكن في حالات استثناء ما اذا انتم تقبلونها ولا ممكن يكون لكم اشخاص عندهم فكره وفعلا تكون مبدعه وجميله على ارض الواقع ممكن يتم تطبيقها يكون تحت ال 21 سنه، ممكن توافقون عليه؟ أم يعني احنا سبب اللي لازم يكون 21 سنه انه يعني يقدر ي يعني يملك شركه حلو صحيح يمشي من إجراءات سواء كان قانونية او غير بالضبط وخصوصا ان معنا شريكنا الاستراتيجي الصندوق الوطني لو يبي يقدم على تمويل لازم يكون فوق ال21 يعني سنه يعني في فيها مثلا باسم احد ثاني مثلا والده او اخوه ايه كبير ايه اي اتوقع ايه اي ما في معنى ممتاز خلينا نتكلم عن الموسم الثالث شنو راح يكون مختلف عن الموسم الاول والثاني؟ الحمد لله الموسم الثالث اولا تحت رعايه الوزير السيد خالد الروضان وزير التجاره والصناعه وزير الدوله لشؤون الشباب بالوكاله البرنامج راح يكون اكبر من اللي كان بسابق عندنا شركاء اول مره يشاركونا بالبرنامج شركه علي عبد الوهاب المطوع أه، أه، جراند سينماز هم هم أه، أه، معانا شركاء فقاعد يساعدونا مم. نبرز دور الشباب أه. يحطون, تغطيات مم. إيه، مم. آه، يحطون تغطيات عن البرنامج بالضبط آه اي يحطون تغطيات عن البرنامج بالسينما الكل مم. يشوف يعني يصير دعم اعلامي اكبر لهم صحيح ان شاء الله, صحيح إن, شاء الله. صحيح ان شاء الله لكن آه، مريم بالنسبه الى الحين شويه نخلي الموضوع واقعي اكثر عشان توصل فكره اكثر للمشاهدين هنا. اليوم اذا في صاحب مشروع اي وقابلته الفكره، بعدها تنفيذها وتطبيقها سواء كان من ناحية الماديه او من ناحيه نقول يعني كسبورت كدعم له سواء كان من الناحيه الارشاديه او حتى بان انتم تتاكدون بانه ماشي بالطريق الصح. هل انتم تمشون على هالثلاث اسس؟ يعني في مثلا دعم مادي او دعم معنوي بس راح يكون بعد بعد البرزنتيشن او البيتش اللي قلت عنه. يعني. احنا كبرنامج فكره ما ندعم اي مشروع ماديا ولكن نوفر لهم راح يكون معاه يعني إي إي ولكن مم. نوفر لهم فرص تمويل اكثر من باكثر من طريقه ممتازم. من عن طريق من خلال عفوا الصندوق, الصندوق الوطني مم. كشريكنا الاستراتيجي من خلال مستثمرين بشكل شخصي يكونوا يعرفوننا يعرفون عن البرنامج يحضرون الحفل الختامي حلو. نساعدهم عن بالتمويل آه المرشد في مرشد مخصص حق كل فريق يشارك مم. معنا آه يساعدهم كل امور مشروعهم واحنا دائما نحرص ان نقدم لهم الفرص آه بالمؤتمر الصحفي عطينا فرصه حق اللي شاركوا معنا بالموسم الثاني اللي فعلا انشاوا مشروعهم انهم يعرضون فكره مشروعهم خلال مؤتمر صحفي، ووايد ناس اهتموا بفكره بمشاريعهم بسبب هالفرصه يعني، ممتاز. اي معرض احنا نشارك فيه نعطيهم فرصه إن يشاركون معنا. ممتاز، لو نبي نتكلم نقول عن الموسم الاول والثاني اذا تذكر لنا اذا تم تفعيل مشروع فكره كامله على ارض الواقع وموجوده من الموسم الاول فكره ومن الموسم الثاني فكره. من الموسم الثاني عندنا مبادر كويتي دائما نذكر فكرة مشروعه لأن هذا المشاريع اللي نبرزها المبادر عنده مشروع اسمه كنديشن وهو مكيف باستخدام الفخار يستخدم 20% أقل كهرباء من المكيف العادي يعني هذه مشكلة نواجهها بالكويت فهذا المشروع اللي إحنا ودنا يعني هذه نوعية المشاريع اللي إحنا نحتضنها آه من الموسم الأول كان معنا تطبيق اسمه يهالو إذا اللي عندهم اللي يبون يسوون مثلاً عيد ميلاد أو أي تجمع عائلي. اذا يبوني ياجرون اي لعبه لها علاقه باليهال, باليهال. عاده تلقى مم. الدعايه بالاشاره ولا بمكان يعني صح بالجريده ما له ما علاقه بالايفنت نفسه بالضبط اي يعني, إيه يعني وتدق عليه ويمكن جهاز مقلق يمكن ما تلقى يمكن ما يعني صح يوم صح العيد ميلاد فهذا تطبيق الكتروني يجمع كل هالمشاريع مم. بمكان واحد فمتاز. تدفع بكينت تضمن ان شخص رحيم بطريقه, اللي بطريقة اي بالضبط كل هذا الامور فهذا مشروع قائم الحين موجود الحمد لله كانت جدا جميله عجيبه وموجوده يعني. على ارض الواقع واتمنى الكل يستفيد منها اكيد الحمد <applause> لله هشام ريس استمتعنا معك بهذه الفقره واكيد يعني اضافه جدا مهمه اليوم للشباب حيث ان اذا عندهم فكره يتجهون الى الاتجاه الصحيح كلمه اخيره حابه تقولينها آه نشجع كل المبادرين انهم يقدمون على برنامج فكره احنا هالسنه آه مو بس احنا نقبل برنامج فكره 15 فكره مشروع هالسنه مع شريكنا الاستراتيجي الصندوق الوطني آه راح اي احد يقدم على البرنامج ما ينقبل راح نحوله على الصندوق الوطني وراح يقدمون له تدريب من من صوبهم يقدمون لهم التدريب من صوبهم فكل الحالات ان شاء الله المبادرين راح يستفيدون كل التوفيق لك مريم هشام الرئيس مديره برنامج فكره على وجودكم على أعطاكم الشباب الفرص فعلا ان افكارهم على ارض الواقع شكرا يعطيك العافيه ودي اشكر وزاره الدوله لشؤون الشباب هم من من الموسم الاول شاركونا بالبرنامج وساعدونا ان احنا نطلق هالبرنامج ومعنا شركائنا الذهبيين البنك الخليج المركز المالي وشركة الساير دائما يدعمون المبادرين ومهتمين بهالبرامج. كل شكر مشاهدينا مستمرين معاكم لكن نطلع هذا الفاصل وراجع لكم. طبعا احنا كنا شباب ما نجاوز 18 سنه جمعتنا مدرستنا وكنا طبعا تحت مظله انجاز بس اعطيكم فكره مبسطه عن شركتنا شركه اكريد هي شركه تحول المخلفات الاكل الى سماد عضوي احنا سوينا الشركه لان 1.3 مليار طن من مخلفات الاكل تنقط كل سنه وهذا الاكل غير انه قاعد ياخذ مكان ويطلع مواد سامه احنا نقدر نستفيد منه قسمنا نفسنا الى ثلاث مجموعات كل يومين مجموعة تروح للوقت اطلق مجموعه من الشباب الكويتي المبدع مشروع جدا جميل شفنا لقطات من هذا الفيديو اكيد ومنورينا ضيوف الاستديو مشروع تحويل مخلفات الطعام الى سماد عضوي، تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع اكيد مع ضيفنا في الاستديو عبد الوهاب بودي الرئيس التنفيذي لمبادره إجريفج حياك الله الله يحييك وايضا مع عمر تركيت مدير مواد البشريه في المبادره الله يحييك حياكم الله اكيد ومنورينا وتكلمنا يمكن قبل هو عن هذا المشروع وفكرتكم وما شاء الله عليكم بالاتجاه الصحيح من خلينا نقول جيل شباب واعي وان شاء الله يقتدون فيكم كثير من الشباب ويتجهون بنفس الاتجاه جاهزين نبدا أكيد عبد الوهاب يعني <applause> بنتكلم وشان هذه الفكره وعن هذا المشروع واللي اليوم ما شاء الله عليكم وصلتوا مرحله مميزه بهذا المشروع كلمنا عن الفكره اي أه قبل ما نبتدي حبيت اشكركم على الاستضافه والفرصه الحلوه ان مو بس احنا الشباب كلهم محبي. اذا عندهم مشروع يقدرون يعلنون عنه هذا بينكم ومكانكم يعني احنا واحنا طالعين بالعكس حياك الله فمثل ما ذكرنا بالفيديو وقلت لكم مم. توه بدينا احنا جمعتنا مسابقه انجاز او شركه انجاز شنو انجاز؟ مم. انجاز هي شركه غير ربحيه صحيح فكرتهم انه يوعون الشباب ويوجهونهم ويشجعونهم على مجال التجاره شلون؟ البرنامج ست اشهر واخر يوم في مسابقه طبعا على مستوى الثانويات والجامعات فالمجموعه نفسها تقعد مع بعض تفكر بفكره مم. تساعد المجتمع ايا كان بالبيئه او غيره صحيح وعقبها بهالست اشهر لازم يسوون منتج او يقدمون خدمه ويساعدون الناس مم. واخر يوم لازم مم. يقدمون المسابقه وعاد يعني يشوفون اذا فازوا ولا لا وانتم اللي فزتوا اي الحمد لله ففزنا المركز الاول آه. وعقب المسابقه هذه كنا قاعدين احنا شباب كنا 20 واحد فبينه وبين بعض قاعد نفكر يا جماعه شنو الشيء اللي ناقصنا؟ بالكويت بالخليج بس شيء ناقصنا. فواحد من الشباب جزاه الله خير مثل ما ذكر بالفيديو يقول في معلومه تقول لكم 1.3 مليار طن من مخلفات الاكل تنقط سنويا. وهذا رقم وايد كبير. طبعا صح فشفناه يعني واجب علينا مو شباب بشر ان نقلل هالرقم. فاقترح واحد ها يا جماعه خلينا نحرق الاكل بس اذا حرقنا سوينا مشكله اكبر. بالضبط. فمع البحث والدراسه طلعنا طريقه ينقال لها ذا بيركليز ميثود جامعه بيركلي ان نحول مخلفات الى سماد عضوي مه. وبعدين نحطه بتياس ونبيعه. ونبيعه صحيح ممتاز صحيح. يعني احمد انا جدا سعيد اليوم لان لما يقول لك الضيوف وتقابلهم اكثر من مره مم. ولكن كذا يعني مره كذا عن مره إنجاز. يقولك في موضوع صحيح. انجاز مختلف مم. بصراحه يعني هذا بحد ذاته صحيح. انجاز يعني قواكم الله وسعيدين بان شبابنا مم. بالعكس بين فتره وفتره يطلعون بافكار واشياء جديده للمجتمع يفيدون نفسهم وغيرهم من خلال المشروعات اللي قاعد تقدمونها عمر يعني ليش اخترتوا مثل هذه المبادره واخترتوا هذا الموضوع انكم هو الموضوع وايد كبير والموضوع ما هو عادي في وايد ناس يستصغرونه صحيح, لان احنا مو بس نفايات يعني احنا كلنا سمعنا عن مشكله الاحتباس الحراري او الجلوبال وورمنج ومن بدت البشريه احنا كان عندنا ثورتين مشهورين اللي يعني احنا عايشين على خير هالثورتين اللي هما الثوره الاقتصاديه والزراعيه احنا اليوم محتاجين ثوره آه ثورة الاستدامه او السستينبل ريفولوشن لان احنا قاعد نسوي تجربه كلنا آه وما ندري شنو بيصير ان احنا قاعد نطلع ثاني اكسيد الكربون بالهواء وما ندري شنو بيصير بعد <applause> 20 30 40 سنه وفي ناس تدري بس مو كل من وصل او دقق بهالعلم آه في دراسات تثبت ان بعد آه اذا ما حلينا هالمشكله بال 50 ل 100 سنه <applause> الجايه خمسة ل بالمئة أو يمكن أكثر من كل المدن اللي صحيح. على البحر راح تتغطى بماء يعني صحيح. احنا قاعد نتكلم عن أكبر مدن العالم غرقانة يعني مه. قاعد نتكلم عن نيويورك اللي هي عاصمة الاقتصاد بالعالم مه. فاحنا كلنا قاعد نسوي تجربة وقاعد نشارك بهالتجربة وما ندري شنو ردة الفعل راح تكون صحيح. تمام. فاحنا لما نساهم بشيء مثل حل مشكله النفايات، احنا قاعد نساهم بهذه الثوره اللي اليوم وجودها ضروري لان احنا اذا احنا ما تاثرنا او لحقنا على هذه الاضرار، عيالنا الاجيال الجايه راح تتاثر، فبعد صحيح. 20 او ثلاثين سنه لما يسالونك زين انت كنت تدري ليش ما ساعدت؟ ليش ما سويت شيء؟ شنو بتقول لهم؟ والله ما كان لي خلق ولا اشو قابلناك قابلناكم عشان اسالونا عيالنا يقول ترى احنا قابلنا اصحاب هم المفروض ما هو شيء عادي صحيح. 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 يعني صحيح. انت احنا لما قاعد نتكلم عن 5 الى 10% او اكثر انت قاعد تتكلم عن مليارين نسمه راح نسمه راح يكونون مشردين فهذا الموضوع ما هو سهل صحيح. وهذا شيء وايد كبير انه احنا مثل ما اجدادنا قدموا لنا الثوره الصناعيه والزراعيه اللي احنا اليوم كل شيء حوالينا تقريبا جاي من هالثورتين احنا هم صحيح. لازم نقدم ولازم نعطي لان الجواب اللي بنعطيه بعد 20 ولا 30 سنه وايد راح يكون صعب وهذا يمكن مسؤوليه وما نبي نحط بهالموقف صراحه صح هذه مسؤوليه كبيره طبعا. وبما ان انتم يعني بادرتوا بهذا الموضوع فاحنا كمؤسسه عالميه في قناه الراي وتحديدا في برنامج رايكم شباب راح نكون من الداعمين لكم باي وقت عندكم اي رساله حابين توصلون تاكدوا ان هذا أكيد. المكان ما أجل مكانكم أجل لكن خلينا ناخذها شوي أجل. بجانب واقعي اكثر أي. الموضوع صعب أي. الفكره بحد ذاتها صعبه والمسؤوليه عليكم ايضا انتم قدها لكن اليوم هم تعتبر مسؤوليه ثقيله أي. وان شاء الله انكم قادرين عليها لكن هل واجهتكم بعض العراقيل؟ خلينا نتكلم عبد الوهاب اليوم، هل في صعوبات معينه؟ هل في ناس حبطوكم مثلا قالوا لكم مستحيل تقدروا تحلون هذا الموضوع؟ مصانع ما حلت هذا الموضوع، هذا شيء لابد منه بحسب التطور والعولمه ويعني الاشياء الكيميائيه والمواد الكيماويه اللي قاعد تطلع لا يمكن تحلون هذا الموضوع، يعني بعض الاشياء والانتقادات اللي جاتكم، شلون قدرتوا تواجهونها؟ اول شغله مو بس مبادره اي شركه او مؤسسه لا بد ان تواجه مشاكل صحيح فاكبر مشكله واجهناها بشكل عام صناعه المنتج لان احنا جايين كنا اول ما بلشنا المشروع كنا عمرنا 17 18 سنه مه. يعني المفروض واحد عمرنا تخرج من الثانويه يفكر صحيح. وين بيدرس ها شنو ميوله شنو تخصصه بس لما قعدنا وفكرنا اكثر عن الموضوع كنا اول اللي متابعنا من قبل يدري ان اول شيء كنا نبي نسويه نطلب مكاين طلبنا مكاين مم. والمكاين تاخرت مثل ما قلت احنا ملتزمين المسابقه صحيح. فكان عندنا لاين لازم نلتزم فيه بالضبط قلنا ها يا جماعه ايش نسوي خلاص نوقف الفكره نطلع اصلا فعلا في اثنين من الشباب طلعوا من الجلسه <applause> فها وش نسوي كذي الحمد لله شبابتي معه طلعنا فكرة مم. مثل ما قلتوا اسمها ذا بيركليز ميثود اللي هي طريقه تكرتها جامعه بركليز ان يدويا تقدر تصنع المنتج مم. مم. فكنا نحط طبقات من الكربون والنيتروجين الكربون مم. اللي هو الاوراق الشجر او اشياء الناشفه مم. والنيتروجين اللي هم مخلفات الاكل نحطهم فوق بعض وبعدين نغطيهم بطربال وهالعمليه هذه بالها 18 يوم وتجهز مم. طبعا كل يومين تروح تقلب بالسماد لين يعني سبحان الله من اكل تالف يطلع سماد ممتاز. فمثل ما قلت يا يعني انتقادات اي والله يا يعني انتقادات من ربعنا من مو اهلنا للامانه مم. بس انه في كم واحد جاء وقال لنا انه يعني شلون شلون قاعد كذي؟ يعني مم. مو عن شيء لا يعطيكم العافيه قاعد تحاولون تحلون المشكله، ممتاز بس مثل ما ذكرت غيركم حاول فشل صحيح حلو وفوق حلو هذا انتم شباب يعني انا عن نفسي اقول لك لا تستهين بطاقه الشباب، مم. لكن في ناس قالوا يعني خليك واقعي انت يعني حتى الفشل الواحد يتعلم من الفشل او التجارب اللي هو بالحياه، ولكن لضيق الوقت نبي نستفيد اكثر منكم، مم. يعني مم. عمر لو نتكلم عن عمليه تحويل المخلفات الى سماد عضوي اي اكيد احنا اول شيء ناخذ نفايات الاكل في شركات ومطاعم متعاقدين وياها ان احنا نروح وناخذ المخلفات اللي تبقى عندهم ناخذهم ونوديهم الوفره ونسوي طبقات اول شيء نحط يعني هو البروسيس طويل بس نحط طبقات من نفايات الاكل حلو نحط فوقها بس كلها مواد طبيعيه طبعا ونسوي طبقات ونغطيهم والعمليه هذه تاخذ 18 يوم فلما نسكر ونسوي الطبقات هذه نسكر عليهم بلايلون آه، ني كل يومين آه، نقلب آه بالطبقات هذه فاللي داخل نطلع برا صحيح. واللي برا نحطه داخل ممتاز وحق 18 يوم كل يومين نقلب لين اخر يوم نطلعه ونحطه نخلي الشمس تطقه شوي ونشيسه وبس خلاص هل فعلا يعني هذا الموضوع قاعد ياخذ منكم مجهود تعب قاعد منكم وقت كثير على اساس ان انتم تحققون هذه المعادله اللي ذكرها اول شغله اي أيوة والله تعبنا بس اول ما تعودنا على الشغل عقبها صارت سهله مثل ما ذكر عمر 18 يوم عقبها عقب ما نخلص من المنتج نحطه بكياس والكياس كنا مهتمين ان كل شيء يكون صديق للبيئه حتى الكيس نفسه استخدمنا ماده اسمها بايو لذلك منتجنا صار 100% صديق للبيئه انه يتحلل الكيس صحيح فاي واجه يعني مم. تعبنا بالمشوار بس انه يعني الحمد لله عقب كل تعب في راحة بال يعني صحيح ممتاز يعني يمكن دوركم جدا كبير في المجتمع ولكن كلمه نختمها معاكم في البدايه معك عبد الوهاب بعدين عمر كلمه توجهها لي كلمه قاعد يتابعنا اكيد اول شغله حبيت اشكر كل الجهات الخاصه مم. والحكومية اللي دعمتنا منهم هي العمل البيئة الشيخ عبد الله <applause> الأحمد الحمود صباح ما قصر ويانا الأمانة يعني حط لنا خطة إلى الأمام عقب ما نخلص مسابقة شو نسوي وبنفس الوقت حبيت يعني أشكر شكر خاص للأخت زينة البابطين لأن لولاها ما تشوفنا قاعدين اليوم هي اللي ساعدتنا هي اللي وجهتنا قالت لنا لازم تستخدمون كذي وكذي يروحوا كذي وكلموا فلان وعلان فما قصرت الأخت زينة الله يكثر من أنا أبي أشكر طبعا جمعية إنجاز لأن الموضوع ما صار مشروع واحد وبس يعني في شباب إحنا نعرفهم تخرجوا و... أنا ما أحب أسميها جمعية إنجاز مدرسة إنجاز صحيح. تخرجوا من هالمدرسة اليوم يعني ما شاء الله هو مو مشروع واحد صحيح. عندهم مشاريع ما تخلص وشغلة ثانية أنا ما ودي إن الناس يستهينون مثل ما قلت سالفة ال... الاحتباس الحراري مه. لأن الموضوع ما هو هين مه. ومو بس نفايات أكل أو نفايات كشكل عام في وايد اشياء وائد. ومجالات ما تخلص الموضوع مم. فانا ودي ان المشاريع الشبابيه الجايه كلها تركز على هالشغله لان هذه بتحدد يعني مستقبل وبتحدد اجيال قادمه فيعني في ان شاء الله قدها وانتم ان شاء الله و... ما علي بس بذكر شغله سريعه اذا ممكن احنا اللي صراحه للامانه اللي صدق حبطنا <applause> ان احنا خذينا الدراسة من الغرب وقاعد نشوف امريكا واوروبا عندهم شيء الزامي انه يحولون المخلفات <applause> الى صحيح. سماد طبعا. اصلا عندهم حاويات قدام بيوتهم <applause> وبعدين يت يعني قاعد احاسب نفسي احنا مو بس بشر احنا مسلمين ربنا وصانا صحيح. قال تعالى كلوا واشربوا ولا, ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين صحيح. يعني واجب علينا ان نطلع حل فودنا ان ننشر الثقافه مو بس بيعون ودنا ننشر الثقافه للناس يا جماعه مثل صحيح. ما احنا تعلمنا انتم تقدرون تعلمون والموضوع وايد اسهل <applause> من ما تتوقعون فودنا ان ان المستقبل نشوف الناس يعني تصير عاده عندهم انه يحولونها صحيح وانتم ان شاء الله قدها بهذا المشروع مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقه ومن كان يظن بانه عشان تكون صاحب فكره وصاحب مشروع تي تتكلم عن مشروعك وتقول انا توني صغير بالعمر ارجوك تابع الحلقه وطالع لي عاد عشان نشوف هالنموذج الجميل عندنا عبد الوهاب بودي وعمر التركي نلقاكم حلقه جايه ان شاء الله مع السلامه مع السلامه